أستاذ إياد اتفضل. أنا بداية أنا مش من أنصار ربط القصة الدينية بالتاريخ، لكن بما إن رمسيس الثاني كان أكتر يعني ملك تم ربطه بالرواية التوراتية، فبالتالي أنا محتاج يعني أقول الأدلة اللي هم قالوها علشان حضرتك توضحها لنا. يعني أنا كنت عاوز أعرف، مش عارف إذا كنت حضرتك اتكلمت عن لوحة مبني بتاح اللي كانت موجودة في المتحف المصري الأول بلوحة إسرائيل، وبعدين اتغيرت لمرن بتاع. حضرتك تقول لنا ليه اتقالت الاول اسرائيل وليه اتغيرت لمرن بتاع. الحاجه الثانيه برديه ابوير اللي هي طب خلينا ناخد اول متعلقه. سؤال، خلينا ناخد اول طيب سؤال عشان اوكي بس الصوت والكونكشن وكده اياد، وهرجع لك في السؤال التاني، مش طيب هروح ماشي على اوكي حاجه تانيه اوكي قبل ما ارجع. مالي معلش خليه يكملهم، معلش خليه يكملهم، بس انا بظبط الكونكشن، بس طيب بظبط اللاند لاين، طيب انت خليه سامع يكملهم اول شويه. سؤال على سؤال لوحه ايوه لوحه المفتاح؟ مرن بتاع. اه اوكي. تمام. تمام. اتفضل يا استاذ. برديه ابوير اللي هي بتتكلم على اللي هم ربطوها ب الضربات العشره اللي وردت في التوراه، واللي بيقال ان هي بترجع كتابتها الى عصر الرعامسه. واخيرا انا كان في حاجه متعلقه بالاله اتون ورعا، حضرتك كنت اتكلمت عنه، بس انا كنت عايز اعرف الفرق بين اتون ورعا بس كده. شكرا جزيلا. تمام كده، لوحة من المفتاح، فكرة الإيبور، نصوص إيبور، وبعد كده الفرق ما بين إيتن وما بين رع، مظبوط كده؟ ايوه بالظبط. طيب تمام، هي لوحة ميرن بتاح دي اصلا هم عثروا عليها فين؟ دي عثر عليها في معبد امنحتب الثالث، في معبد الملك امنحتب الثالث، المعبد الجنائزي ليه اللي موجود في غرب الاقصر. واللوحة دي كان متاسف لا، عثروا عليها في المعبد الجنائزي للملك ميرن بتاح اللي موجود في غرب الاقصر، واللوحة دي كان على وش بتاعها نص للملك امنحتب الثالث، وعلى الوش الثاني نص الملك ميرن بتاح، وده كان نوع من انواع التبرك بالملوك السابقين اللي كان بيتبعوا المصريين القدماء، فيها التبرك بملوك بعينهم، زي مثلا واحد زي امنحتب الثالث بسبب مكانته الدينيه المهمه، وواحد زي مثلا سنوسرت الثالث او عيله سنوسرت كلها من اول سنوسرت الاول لمكانته العسكريه وانجازاته العسكريه. اللوحه دي هي اصلا اسمها انشوده النصر. انا عايز اقول لحضرتك ان اللوحه دي من اكثر اللوحات أو النصوص المصرية القديمة التي ترسخ فكرة الوطنية وفكرة قدسية أرض مصر. نقرأ فيها مثلا الآتي: أما عن مصر فهي الابنة الوحيدة للإله رع. يعني أنا بقول الترجمة بتصرف يعني مني، يعني مش متذكر النص تحديدا يعني. فهي الابنة الوحيدة للإله رع، لن يعني ما فيش حد هيعتدي عليها وهيفلت بالعقاب كده. هي البلد اللي حفظها الإله، واللي قال كده هم العارفون والذين ينظرون الى النجوم. يعني هو بيتكلم على فكره الوطنيه وفكره ترسيخ ان ارض مصر دي ارض مقدسه، وان يعني ان حبها مثلا من حب الاله ومن صلب العقيده المصريه القديمه. بعد كده بيتحدث عن الممالك او الحملات التي قام بها الملك ميرن بتاح، وبيذكر كده نص في النص بيقول لك: اما حرفيا جزر يار فابيدوا ولم يعد لهم بزر، او اتضربوا وما عادش ليهم بذر، بذر اللي هو البذر اللي بينزرع يعني، فالبذر ده ممكن يعني نسل، وممكن يعني ان هم ما عادش ليهم زرع ولا بذر ولا الكلام ده كله. طيب جميل، الروايه التوراتيه ماذا عن ماذا تتحدث؟ ببساطه يعني خلي بس حتى لو نصيغ الموضوع في شكل مناقشه يا استاذ اياد، الروايه التوراتيه بتتحدث عن ايه؟ بتتحدث عن فرعون اللي طرد اليهود وخرجهم من مصر، بره مصر، مظبوط كده؟ الفرعون ده مات ولا ما ماتش؟ ايوه تمام. في الرواية التوراتية ما ماتش، إنما في الرواية الإسلامية مات. ما ماتش ازاي في الرواية التوراتية؟ أنا على حد علمي يعني، ممكن لو حد، طيب لو أنا هو غلط حد يصحح. غرق، هو غرق هو الجنود بتاعته. هنفترض يعني همشي مع حضرتك في الافتراض الاولاني وهو انه مات، هنقول ان هو مات خلاص بعد هذه الحمله والكلام ده كله، ولكن ميرن بتاع عاش عشان يدون هذا السطر ده مع الافتراض ان يزريار دي هي اسرائيل، او مش هي سهل يزرعين اللي موجود دلوقتي حاليا، هي تتحدث عن مكان ولا تتحدث عن يعني عن مكان او اناس ارتبطوا بمكان، بمكان معين، بمكان جغرافي معين، وده يعني بتكرر كتير في النصوص المصريه القديمه. ده الافتراض رقم واحد.
جميل. الافتراض رقم اتنين ايه هو؟ هم قالوا يعني هم التوراتيين استندوا في الفكره دي ان هو يقول ان اسرائيل هي اسرائيل، وان الموضوع منطقي ان بنو اسرائيل خرجوا من مصر على مرتين مش مره واحده بس، ان في ناس رفضت تخرج وان الخروج ده تم على مرحلتين. وانا حقيقي مش عارف يعني النقطه اللي استندوا عليها علشان يعني يخرجوا بهذا التاويل، ولكن ده كلام يعني انا سمعته وقريته في كتب عديده. لا يوجد حتى الان ما يربط ما بين اسرائيل وما بين كلمة يزريار المذكورة على لوحة ميرم بتاع، اللي هي بالمناسبة ذكر فيها أقوام كتيرة جدا، وأنا عملت كذا في الليبو وعملت كذا في مش عارف مين، وعدنا على عسقلان وعدنا على مش وهكذا. يعني هو بيذكر بس كده ريبورت كده أو تقرير عن الانتصارات، ودي كانت انشودة شعرية أو أغنية من أغاني الجيش المصري وقتها. طيب النقطة بقى الأهم دلوقتي، هل إحنا لما نيجي نتكلم عن القصة التوراتية نفسها بداية من دخول اليهود إلى خروجهم، اللي انا ملاحظه ان هم بياخدوا نقطه واحده ويجروا بيها. يعني مثلا يجي يقول لك ايه مثلا، ايه ده اوب الحق ده احنا لقينا يزريار دي على اللوحه، فخلاص كده يبقى هو ده الملك اللي مات مع اليهود، مع ان انت حضرتك لسه عندك نقط بحثيه تانية كتيره جدا، منها مثلا دخول او خروج العدد الهائل المذكور في نصوص العهد القديم اللي هو 600,000. دول 600,000 بني ادم مفيش اي دليل على خروجهم من هذه الارض، ما سابوش حتى طوبه واحده. زائد حاجه تانية برضو، ان حتى اسرائيل نفسها لما احتلت سينا من 67 ل 73 ومشطوا الارض دي تمشيط وطلعوا اثار وعرضوها في متاحفهم، واحنا استعدنا جزء كبير منها، ما خرجوش يعني اي حاجه ممكن تؤرخ امتى حصلت الاحداث دي، ده ما حصلش. فاللي انا شايفه ان هو الجري او الهروب بنقطه نقطه واحده بس كده، اقول لك الحق يا جدع هي دي البتاع، واحنا كده حلينا اللغز. هو حضرتك اثبتت اصلا مقدمات الموضوع علشان تيجي عند النهايه وتوصل لي بالكونكلوجن ده بالشكل ده. ولكن انا متفهم نقطه تانية، ان احنا لما هنرجع تاني لحد زي موريس بوكاي، هو حسب طبقا لحسبته بتاعه العهد القديم مش التاريخ المصري، تاريخ العهد القديم من اول بناء الهيكل، هم وصلوا ان هي في الدوله الحديثه. وعندك زي ما انا ذكرت برضو، خد بالك دي النقطه البحثيه اللي هم كلهم بينطلقوا منها، زي ما انا ذكرت برضو ان فكره ان موسى خرج باليهود وهو عنده 80 سنه، فايه فتره الحكم لملكين جلسوا على عرش مصر اللي تسمح بذلك؟ هم شايفين ان هي فتره رمسيس الثاني ومرن بتاعها، عشان كده هم بيلعبوا في الحته دي. فانا اتمنى ان الجزء بتاع لوحه ميرن بتاعها يكون وصل عشان ننتقل للنقطه اللي بعد كده. فهل دي يعني اجابه بالنسبه لحضرتك وضحت؟ تمام. اوكي احنا النقطة اللي بعد كده، معلش انا متأسف، هي بس صارت مني ان انا كنت بعد اللي هي بردية نقولنا لوحة من البتاح بردية ايبوير. ماشي بردية ايبوير. هي البردية دي كانت يعني انا كنت شايف ان هي كان بيكتنفها الغموض. هي البردية بتتكلم ببساطة عن هي اسمها لامينيتيشنز اوف ايبوير. ايبوير دي اللي هي إيب يعني قلب، ور يعني عظيم، يعني عظيم القلب، أبو قلب كبير. والقلب كان تعبير بيشير إلى العقل في مصر القديمة، زي ما احنا بنقول دلوقتي إيه ده قلبه طيب، هو عقله طيب، هو لأن المصريين القدماء كانوا شايفين إن القلب هو مركز الإنسان كما رأى شعوب كثيرة في العالم القديم، وكما حتى احنا بنستخدمها لحد دلوقتي. فده اسم الراجل ده، احنا ما نعرفش يعني النص ده لما اتكتب هم أرخوه بنهاية الدولة القديمة، ولكن كان في جابس كتيرة جدا في الموضوع ده، لان احنا عارفين ان الدوله القديمه انتهت بثوره شعبيه قادت على الاخضر واليابس طبقا لكلام ايبور. فالنص ده بالمعطيات بتاعته it doesn't fit الا في نهايه الدوله القديمه، يعني تاريخه بالاحداث التي ذكرها ايبور لا ملهاش العلاقه الا بنهايه الدوله القديمه. زائد نقطه مهمه جدا، في ادله دلوقتي ظهرت على السطح بترجح نهايه الدوله القديمه بحدوث هذه الثوره الشعبيه، الدوله القديمه اللي انتهت مع الاسره السادسه، بحدوث ثورة شعبية زائد تغير مناخي جفاف أدى إلى يعني حدوث ما يشبه دي الأزمات التي أدت إلى مجاعات على نطاقات معينة. وده بيشير لي برضو مقبرة لمسؤول في الوقت ده في عصر الانتقال الأول اللي هو بعد الثورة الشعبية دي، واحد اسمه عن ختيفي، كان بيتكلم عن الموضوع ده، إن كل حاكم مقاطعة كان يعني كأنه وكأنه ملك على مقاطعته بمملكة مستقلة، كان بيشير برضو لهذا التأويل. فانت كده عندك مشكله تانية، انت لو هتحط الخروج في عصر الدوله القديمه انت كده بتضرب بقى نصوص العهد القديم كلها وبترميها خالص وبتحطها على جنب، وبتبتدي دلوقتي تتعامل بالقطعه في فيما يتعلق بهذا. فلو حضرتك هتتبنى روايه ايبور، وهنفترض جدلا ان هي بتتطابق مع العهد القديم، وده غير صحيح على الاطلاق، لان هو بيتكلم على ناس بيتخانقوا مع بعض، وان الراجل ما بيثقش في اخوه، وان حتى الفلاح بيجيب ناس تحرسه تحرس
تحرس الغيط بتاعه وهو بيزرع، زائد ان الاهرامات فرغت من محتوياتها، وان الملوك اترمت جثثهم في النيل، وان النساء اغتصبت والكلام ده كله. طب ما ده برضه في اشياء كثيره في النص لا تتطابق مع روايه العهد القديم. فهي الفكره كلها عباره عن انتقائيه، هم بينتقوا من النصوص. زي فكره كده ايه مثلا، يعني انا اجي دلوقتي زي فكره برضو اللي هي اللي انا ذكرتها من شويه، اللي فكره اليوم ننجيك ببدنك. كل المفسرين الاسلاميين قالوا ننجيك ببدنك دي ان هو ظهر على نجوه من الارض جسد فرعون، لان بنو اسرائيل ما صدقوش ان هو مات، لحد ما طلع موريس بوكاي وزغلول النجار وقالوا لا ننجيك دي من النجاه، ومعنى ذلك ان هو نجا بجسده. فهم بيعملوا نفس الانتقائيه دي في النصوص، زائد المشكله الاصليه اللي انا ذكرتها، وهي فكره انك انت لو حطيت الخروج في عصر الانتقال الاول فانت كده بتضرب افتراض تاني، وهو التاريخ التوراتي او الكرونولوجي التوراتي للموضوع. يعني الاله راح هو اله الشمس الاله راح هو القوه الخفيه خلف الشمس، لان راع مثلا ليه اشكال عديده وتصورات عليه. يعني احنا نعرفه مثلا، او يعني النظره العامه اللي احنا اسمح عن الاله رع ان هو قرص الشمس وان هو الشمس والكلام ده كله. الاله رع في الصبح هو خبري اللي هو الجعران، ده احد تجسدات اله الشمس. وفي المنتصف الظهيره شمس منتصف النهار هو قرص الشمس نفسه. وبعد كده عندك في العالم الاخر بيظهر فيه المركب بتاعته، لان هو الاله رع عنده مركبين، مركب النهار ومركب الليل، معنجت ومسكتت، اللي هو بيبحر فيهم في الصبح وبيبحر فيها بالليل في العالم الاخر. في الابحار بالليل بتلاقيه على هيئه كبش مثلا، وساعات بتلاقيه على هيئات تانية. وكان من احد هيئات الاله رع برضه هو الاسد. فانت عندك فيه تصورات كتيره وتحولات كتيره للاله رع، وطقوس كهنوتيه خاصه بيه تعطيه صفة الإله القادر المندمج مع آلهة أخرى، على عكس إيتن. إيتن هو قرص الشمس المجرد الذي لا يندمج في آلهة أخرى خالص. هو إن بيقول لك مثلا إن راحوا رأختي مثلا، أو أتوم فيهم أسبكتس من إيتن. يعني هو ساعات يقول لك إيه راحوا رأختي هو أتوم هو إيتن. لا، أنت عندك الاندماج ما بين الإله راع نفسه وبين آلهة تانية بيشار لي بتعبيرات تانية زي أمون راع مثلا، لكن إيتن بيفضل هو إيتن نفسه. يعني يقول لك إن المانيفستيشن بتاعه هو بيكون ساعات راع حر أختي، وهو بيكون ساعات بيحل فيه إله تاني. لكن الإله راع لا، هو ليه يعني إله من الآلهة فليكسبل ذات التحولات الكتيرة جدا في الديانة المصرية القديمة، زائد زي ما ذكرت لحضرتك هو ليه تصورات كتيرة جدا بعيدا عن إيتن اللي كان بيصور بهيئة واحدة تقريبا. زائد حاجة تانية، إن الكهنوت بتاع راع طبعا عن طريق آلاف السنين من التدوين في عصر بناة الأهرام وعصر الدولة الوسطى حتى بالدولة الحديثة بعد ما اندمج مع الإله أمون، ساب لنا كم هائل من النصوص والتصورات والتحولات لهذا الإله، لم يتركها إخناتون طبعا في تصوره عن أتون، لأن هي عمر أصلا الديانة كلها على بعض حوالي 17 سنة. فأنا أتمنى يكون هو تمام. بس أنا بس يعني راع هو إله الشمس وإيتن هو قرص الشمس، أنا كنت عايز يعني أنا متفاهم إن هو ليه تحولات، لكن أنا أقصد هو كان برضو بيعبر عن الشمس. هو قبليها ما إحنا ذكرنا إن آتون أو إيتن هو كان إله معروف في مصر القديمة، يعني ما كانش مش معروف، هو كان أحد الأسبكتس بتاعت الإله رع أو الشمس نفسها، بعد كده هو فصله وحطه في كيان مستقل. تمام، شكرا جزيلا يا بنو.